يقول بعد زواجي بسبعة أشهر تركت بلدي وقدمت إلى مكة. يقول بعد زواجي بسبعة أشهر تركت زوجتي وبلدي وجئت إلى مكة سعيا وراء الرزق. فهل والآن زوجتي غير راضية على وضعي، هل أعود إلى بلدي ولا أحصل على عمل أم أبقى في مكة لأعمل؟ تبقى في مكة لتعمل تطلب الرزق لك ولها، لكن لا تطل الغياب، يعني تسافر لها بين فترة وأخرى ثم ترجع للعمل.